هو طبعا في تعاون مع الحكومات، لكن احنا كأشوكا مهتمين قوي اولا ان حتى تمويلنا كله مش من اي حكومه، يعني ولا من الحكومه الامريكيه ولا من اي حكومه خالص في العالم كله، كل تمويلاتنا بتيجي من مؤسسات او من رجال وسيدات اعمال، فده مهم قوي لان احنا بنحاول نشجع الاعتماد على النفس والالتزامه الماليه لحتى للزملاء، فلازم احنا نبقى المكهب. التعاون بيجي ازاي مع الحكومات؟ هو انه مثلا عندنا تامر بهاء وهو احد الزملاء اصم وابكم وعمل محو اميه للصم والبكم عن طريق لغه الاشاره. تامر بهاء ده لو ما كناش تعاوننا مع وزاره التربيه والتعليم وتعليم وهيئه التعليم الكبار بالذات عشان تنشر فكرته وبقت موجوده في اكثر محافظه من خلال تامر بهاء وجمعيته، ما كناش وصلنا للهدف ان يبقى اكثر عدد ممكن من الصم والبكم في مصر ياخدوا هذا المحو الامي. هو اخترع لان هو مبدع المحو الاميه بالاشاره، لكن مين اللي طبقها في الاخر؟ برضو السيد محافظ الاسكندريه وصديق عزيز لكل الجمعيات، عندنا احد الزملاء اسمه عصام دكتور عصام غنيم بيعمل برنامج مع الصندوق الاجتماعي على التغذيه في المدارس ارخص واجود، وبيخلي الشباب يبقوا يعني جزء من ده، فبيجيب عائد للشباب وفي نفس الوقت اكل كويس للاطفال. لولا برضو السيد محافظ الاسكندريه بتعاونه مع عصام غنيم وهو احد زملاء اشوكا، وده دورنا ان احنا نوصل الناس لبعض. دلوقتي بيتطبق في اكثر من 100 مدرسه في اسكندريه. يعني انا اقصد انه الحكومات في كل العالم، واحنا طبعا بنعمل كده في لبنان، هي اللي بتساعد على تنفيذ الفكره، لكن الحكومات في كل العالم دلوقتي محتاجه الافكار الجديده من الجمعيات الاهليه والتعاون. احنا بنسميها في اشوكا قطاع المواطنه. الجمعيات والحكومه ورجال الاعمال كلنا مواطنين في كل بلد في العالم. احنا لازم نحمي بلادنا واحنا لازم نستثمر في بلادنا. وعشان كده احنا حتى في اشوكا ما بنحبش كلمه منظمه غير حكوميه، ما بنحبش الكلمه دي، بنحبين نسميه قطاع مواطنه وقطاع الاعمال او قطاع الاهلي. ليه؟ مش حاجه اسمها حكومي وغير حكومي، كلنا مصريين، كلنا عرب، كلنا مواطنين، يعني هدفنا الاساسي هي خدمه بلدنا. طيب بالنسبه للوطن العربي تحديدا يعني المبدعين فيه بيركزوا على مجالات ايه؟ طبعا لان كل بلد بيبقى ليها خصوصيه معينه او يمكن حاجه نقطه معينه فيها نقص اكتر من اي حاجه. لا هي بتعتمد برضه زي ما قلت لك، يعني كل واحد على حسب مكانه. مثلا لسه احنا قريب جدا هنبتدي ان شاء الله نختار اثنين في الكويت، بنتين شابتين بيشتغلوا عن طريق الرياضه ان هم يدخلوا قيم جديده ويقدروا يعني يمكنوا المراه. عندنا مثلا في لبنان في دكتوره ساره تراد دي بتشتغل على الادمان وطرق جديده للتخلص من الادمان بين الشباب. عندنا الاندلسي، محمد الاندلسي في المغرب ده بيشتغل على علاقه وسيطه جدا بقطاع الاعمال والمدارس لتطوير المدارس، ووصل لاكثر من 500 مدرسه مع 75 رجل اعمال او شركه قطاع اعمال، ان هم بيخشوا مدرسه يطوروها، مش بس يطوروا المبنى، يخشوا يدربوا المدرسين ويدربوا الاداره المدرسيه ويدربوا الطلبه، لان هم عارفين دلوقتي او ده بقى مثلا استثمار. رجل الاعمال هناك في المغرب عارف انه عشان يلاقي عامل او موظف او مهندس في المستقبل هيعمل ايه؟ محتاج هو يدربه بطريقه صحيحه، محتاج هو يطور التعليم، لانه خلاص في العولمه دي احنا لازم نقدر نبقى متنافسين اكتر في العماله بتاعتنا. سيد فاضل، دكتور ايمان يمكن اتكلمت عن الوطن العربي ومصر وخصوصيتهم، بالنسبه لمؤسسه براك وحاجه اتكلمت عن المناطق المختلفه اللي انتوا شغالين فيها، هتركزوا على ايه في المستقبل او هتدوروا على مبدع اجتماعي في مجال ايه يقدر يفيد المنطقه اللي انتوا مختصين بيها؟ Domains you would focus on in the future. I think the biggest problem is أعتقد أن المشكلة الكبيرة في العالم هي الفقر. فأعتقد بأننا لم نتمكن في القرن الماضي للقضاء على هذه المشكلة، فهناك الكثير من المجتمعات التي تعاني من مشكلة الفقر، وأن الفقر يفرض أيضا العديد من المشكلات، منها الحرمان من التعليم والعديد من المشكلات الأخرى. فعندما نتحدث عن الفقر فهي لابد من وضع نهج شامل لتخفيف حدة الفقر، لذلك فنحن نسعى للقضاء على مشكلة الفقر. من وجهة نظر حضرتك تكون ايه دي مشروعات معينة تشتغل توفر لهم دخل او يعني تحقيق الحد الاقصى من الطعام والشراب والكساء بالنسبة للناس؟ لدينا العديد من المشكلات التي تواجهنا خلال تخفيف حدة الفقر، منها الاقتصاد الصغير، توفير العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأفراد لتحسين قدراتهم المادية، أيضا
poor people. خلق تعاون بين العديد من القطاعات وأيضا تحسين إنتاجية القطاعات على سبيل المثال في بنغلاديش فنحن نحاول تطوير تربية المواشي حتى يتم زيادة إنتاجية منتجات الألبان أيضا زيادة إنتاجية بعض المحاصيل مثل الأرز والمنتجات الأخرى والمحاصيل الأخرى التي تساعد في تخفيف حدة الفقر وتوفير قدرات لهذا القطاع الذي يعاني من الفقر. نحاول استغلال مشروعات صغيرة ومتوسطة في العديد من المجالات المختلفة لتحسين هذه الظروف. أيضا نحاول أن نسعى لتحسين الظروف الصحية لأن الفقراء يعانون من نقص الخدمات الصحية، لذلك فإن الرعاية الصحية من الأمور الهامة. أعتقد أيضا أن التعليم من المحاور الأساسية في هذه النقطة، فمن دون التعليم تظل مشكلة الفقر و لا يمكننا أن نتغلب عليها من دون تحسين التعليم. نحن نحاول أن نحسن من توفير بيئة مواتية للأطفال لتوفير فرص للتعليم حتى يمكنهم أن يفكروا كيف يمكنهم أن يحسنوا من أنفسهم، كيف يمكنهم أن يغيروا من مجتمعاتهم ويحسنوا من أوضاعها. لذلك فهناك العديد من جميع مشروعاتكم يكون في مبدعين أكثر في المؤسسة يفيدوا مجتمعاتهم يعني بشكل عام. وفي نهاية اللقاء أشكر دكتور إيمان بيبرس المدير الإقليمي لأشوكا بالوطن العربي ونائب المدير العام للمنظمة بشكل عام على المستوى العالمي. شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا أشكر مستر ستيف توبن رئيس مؤسسة فلورا الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، شكرا لحضرتك يا فندم. ايضا اشكر السيد فاضل حسن عابد رئيس مجلس اداره مؤسسه براك التنميه الاجتماعيه، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ومشاهدينا الكرام انتظرونا بعد لحظات فقرات اخرى جديده في صباحكم.